يلا بينا بقى نشوف لو جالي أسئلة على الكلام ده. احنا خلاص عرفنا نطلع الأربع عناصر على الخريطة، طب لو جالي أسئلة عليها هعرف أحلها؟ تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة بيقول لي جهة الشرق يقابلها جهة، ها الشرق يقابلها إيه؟ يقابلها الغرب، برافو عليك. طب الشمال يقابلها إيه؟ يقابلها الجنوب، يبقى شمال جنوب شرق غرب، شمال جنوب شرق غرب. طيب تشمل الجهات الأصلية كم اتجاه؟ برافو عليكو، 4 اتجاهات، شمال جنوب شرق غرب، والجهات الفرعية برضو يا ولاد 4، تمام. طيب يمثل اللون الأصفر في الخريطة إيه؟ اللون الأصفر يمثل الصحاري، كل ما الاقي لون أصفر معناها إن في صحراء. طب واللون البني يمثل؟ اللون البني يمثل المرتفعات، جبال مثلا، هضاب، وكل ما اللون البني كان أغمق معناها إن المكان ده أو الارتفاع المرتفع ده مرتفع أكتر، تمام؟ يعني الجبال هلاقيها لونها البني أغمق، اللون البني بتاعها أغمق من الهضاب مثلا، وهكذا يا ولاد. طيب اللون الأزرق يمثل البحار، واللون الأخضر يمثل السهول، أماكن مزروعة اللي هي السهول. طيب لو قال لي بما تفسر أهمية الخريطة في حياتنا، أنا استفدت إيه بقى من وجود الخريطة في حياتنا؟ سؤال مهم جدا. أول حاجة تساعد الإنسان التعرف على الأماكن ومواقعها. أنا من شوية كان عندي خريطة المحميات الطبيعية، فعرفت أماكن المحميات الطبيعية في مصر، خريطة مصر أعرف فين مكان الصحراء، فين مكان البحر، وهكذا. يبقى تساعد الإنسان التعرف على الأماكن ومواقعها. طيب تاني حاجة تساعد التلميذ في المذاكرة. أما أجي أذاكر أي موقع عن مصر أو أي حاجة، خلاص بجيب الخريطة وابتدي أشوف الأماكن جنب بعضها، ويبقى أنا كده عرفت أذاكر الموقع الجغرافي بتاع مصر. طيب تالت حاجة طبعا تساعد المعلم في الشرح، نفس الكلام، ما أنا أما أجي أشرح لك مش هفضل أقول لك تخيل كده، لأ انا هجيب لك الخريطه واقول لك ايه نبتدي نشرح عليها. طيب وايه كمان بيستخدمها الكثير من الافراد مثل الطيار والسائح. الطيار بيبقى معاه خريطه علشان يشوف الاماكن، يشوف هو رايح اي منطقه، في هنا منطقه ايه، في هنا منطقه ايه، وهكذا. وطبعا السائح لما بينزل دوله جديده او مثلا بينزل مصر بيبقى معاه خريطه يشوف الاماكن اللي هيروحها ويشوف هيروحها ازاي. يبقى طبعا الخريطه يا اولاد مهمه في حياتنا. طيب لو قال لي بقى كمان بما تفسر وجود دليل الرموز والألوان مفتاح الخريطة. ليه موجود دليل الرموز والألوان في الخريطة؟ ليه يا ولاد؟ عرفنا بيه إيه؟ يساعد على فهم وقراءة محتويات الخريطة، بعرف إن هنا في سهل، هنا في بحر، هنا في مطار، وهكذا. يبقى يساعد على فهم وقراءة محتويات الخريطة، يساعد على فهم وقراءة إيه؟ محتويات الخريطة. طيب لو قال لي بما تفسر أهمية السهم المرسوم في أحد أركان الخريطة، فاكرين السهم بتاع اتجاه الشمال؟ إيه أهميته يا ولاد؟ يساعدنا على تحديد باقي الاتجاهات الأصلية والفرعية. أول ما أشوف السهم بتاع اتجاه الشمال يبقى أنا عرفت فين الشرق وفين الغرب، وعرفت كمان الجهات الفرعية، فين بقى الشمال الشرقي وفين الجنوب الشرقي، وهكذا. طيب لو قال لي ماذا يحدث إذا لم يوجد عنوان للخريطة؟ ايه اللي هيحصل لو مفيش عنوان للخريطة؟ لم تستطيع معرفة محتويات الخريطة. هل انا هعرف دي خريطة ايه؟ دي خريطة مصر ولا خريطة الوطن العربي؟ مش هعرف، مش هعرف اللي جوه الخريطة ده عبارة عن ايه. لازم عنوان كده اعرف بيه ايه، زي عندنا كده لازم عنوان اعرف بيه اسم الشارع، اعرف بيه انا فين، تمام. يبقى لم تستطيع معرفة ما تحتويه الخريطة من بيانات. طب ماذا يحدث اذا لم يوجد مفتاح الخريطة؟ هي سألتك بقى السؤال بالعكس، مش بما تفسر، لا، ماذا يحدث؟ هيحصل ايه؟ يبقى لم تستطيع قراءة وفهم محتويات الخريطة، تمام؟ منتهى السهولة، سهلة جدا. يبقى احنا النهاردة يا ولاد عرفنا ايه العناصر بتاعة الخريطة، عرفنا العناصر الأساسية لأي خريطة، عندي 4 عناصر، عنوان الخريطة ومفتاح الخريطة واتجاه الشمال ومقاس الرسم، وعرفنا ازاي كمان نطلعهم من الخريطة، وعرفنا كمان لو جالنا أسئلة عليها أكمل وبما تفسر وماذا يحدث، تمام كده يا ولاد؟ يا رب يكون كل حاجة وضحت وكل حاجة بقت سهلة. ما تنسوش قبل ما نقفل الفيديو نتأكد ان احنا اشتركنا في القناة وندوس لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد في مادة الدراسات الاجتماعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.